البنك المركزي الأوروبي صوت على السياسة النقدية مبقياً أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية. معدل الفائدة المرجعي ظل وفق قرار حزيران يونيو عند 0.15%، ومعدل الفائدة على الودائع عند ناقص 10 نقطة، ومعدل الفائدة على القروض عند 14 نقطة. كما كان متوقعاً لم يتقدم المركزي الأوروبي أي خطوة نحو شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول أو الشروع في التيسير الكمي على نطاق واسع. مراقبون يعتقدون أن المركزي الأوروبي ما لم تكن هناك صدمة اقتصادية كبرى فإن مجلس الحكام فيه لن يحفز نحو تبني أي إجراءات جدية على الأقل حتى كانون الأول ديسمبر.